الرجل الذي كان في بطولة كأس العالم 90. الله 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 الله، هدف للإمارات، يسجل الإمارات الهدف الأول. قلت لك اقترب كثيرا السطور من الوصول إلى مرمى الملك. يسجل في هذه الأثناء نزار الرشدان، يضع الكرة في المرمى ويحتفل على طريقة المنزف الأردني. نزار الرشدان يحتفل بطريقة الخاصة، بطريقة النشامة. يسجل هدف جميل من كرة رأسية حلوة 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 في مرمى فريق نادي الشارجة. رأسية وصلت، الفرحة اكتملت، سجل الصفور، تقدم في هذه المباراة. هوبا رأسية جيبها معاك يا عادل من المرمى، هاتها من الشباك. وبالتالي نزار يسعد السيد والتر زينجا الذي كنت أتحدث عنه بأنه فريق نادي الشارجة. خالد بوزير، عرضية، الله، ضاعت الفرصة الماضية. يا إلهي، عادت من جديد الكرة لصالح فريق نادي الإمارات. مرتدة، تمريرة، يا سلام، هذه كرة، أوهوهو، خطيرة، جول 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 جول. ليثي يستعيد ذكرياته في الجولة الخامسة ويسجل ثاني أهداف الإمارات، ثاني أهداف الصقور. الصقور تزور مرمى عادل للمرة الثانية، الصقور تتقدم بالهدف الثاني، هدف ثاني. ضربة كانت موجعة، أصبحت ضربتين موجعتين يا زينكا، ضربتين مؤلمتين لأولاريو كوزمين. الله على تمريرة جميلة ساحرة كانت واجهة ليفري المرمى. هذه المرة صعبة صعبة على عادل، وبالتالي هدف ثاني للإمارات، هدف ثاني للإمارات، هدف ثاني للإمارات. الله على مباراة جميلة، مباراة جميلة في ليلة يستعيد فيها العافية، يستعيد فيها الفريق مرة أخرى. فريق نادي الإمارات يشعر بمدى خطورة الموقف، وبالتالي يواجه الشارقة بدون مخاوف وبدون تحفظات وبدون أي يعني تخوف من هذا الملك الشرجاوي الذي يتقدم عليه في ملعبه وفي أرضه بهدفين مقابل لا شك. من هو يعني العراب، من هو المثل الأعلى لك في عالم التحكيم؟ قالت بأن محمد عبد الله. هذه خطيرة، جول 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 جول. عاد الملك عن طريق الكوري، عن طريق الكوري تشومن يسجل هدف تقليص الفارق، يسجل هدف تقليص الفارق في هذه الأثناء. وبالتالي هدف للملك الشرجاوي، هدف للملك الشرجاوي من هجمة كانت منظمة وصلت في نهاية المطاف، في نهاية الطريق. عرضية خلفية كانت خلف المدافعين، وصلت للكوري، سجل الكوري وتقدم بخطوة إلى الأمام ليقلص الفارق مع فريق نادي الإمارات لتصبح النتيجة 2-1. قلت لك منذ بداية المباراة بأن يعني العادة كانت ما بين الفريقين أن تكون لغة الأهداف حاضرة، وذلك موجود على مستوى الأهداف اللي سجلها فريق نادي الشارجة واللي سجلها فريق نادي الإمارات في تقارب كبير، بالرغم من أن يعني لغة الانتصارات هي كبيرة. أكثر صعوبة نيستا بذكرياته القديمة بتنفيذ ركلات الجزاء، يضع الكرة في المرمى، يضع الكرة في المرمى بكل هدوء، بكل هدوء، بكل هدوء يا انيستا. يضع الكرة في المرمى محرزا الهدف الثالث للصقور، محرزا الهدف الثالث للسيد والتر زينجا. الإمارات يتقدم مرة أخرى في هذه المواجهة هنا في ملعب الملك، هنا في ليلة مواجهة الملك، هنا في ليلة مواجهة الخوف الكبير والإرهاصات الكبيرة بالمغادرة من بطولة الدوري. يتغلب على مخاوفه ويتغلب على فريق نادي الشارجة، بل ويتقدم بثلاثة أهداف بكل هدوء، بكل هدوء. يضع حارس المرمى في جهة ويضع الكرة في جهة أخرى، وهو من كان قد رسم الطريق باتجاه الهدف الثالث بتمريرة الساحرة التي وضعت الليثري في مواجهة عادل الحوسني للمرة الثانية في هذه المباراة وللمرة الثانية في هذه المواجهة. 3-1 3-1.
وصلت لموسى ماريجا، موسى يلعبها ممتازة، وصلت لتشومين ممتازة أمامية باتجاه تيغالي، خطيرة تيغالي، أوهوهو جول سجل الكوري، دائما هو من يعيدهم للمباراة، هو من يقنص لهم الفوارق. الكوري الجنوبي يضع الكرة في المرمى ويتقدم الشارجة مرة أخرى خطوة إلى الأمام، يقنص الفارق مع فريق نادي الإمارات. تشومين الكوري مفتاح الحلول دائما في هذه المباراة، هو من يأتي بالحل، هو من يتكفل بعمل المهاجمين، يضع الكرة في المرمى محرزا الهدف الثاني، تتحول لثلاثة اثنين، ثلاثة اثنين، ومباراة كبيرة 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 ما بين الفريقين. كرة فيها ركنية، مجموعة من عناصر تترقب، هذه كرة عرضية خطيرة، موسى 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 يعيد الشرجة للتعادل من جديد، يعيد الشرجة للمباراة، يسجلون هدف التعادل، ثلاثة ثلاثة، ثلاثة ثلاثة في مباراة كبيرة ما بين الفريقين، مباراة الأهداف، مباراة الستة أهداف. موسى ماريجا بذكريات الهدف اللي سجله في الجولة الخامسة في مرماكا، ياسين عبد الله يضع الكرة بالراس، يضع الكرة بالراس محرزا الهدف الثالث لفريق نادي الشارجة، والتعادل الآن يعيد المباراة إلى نقطة البداية، إلى نقطة البداية، ثلاثة ثلاثة، ثلاثة ثلاثة.